اهلا بحضراتكم من جديد كابتن امير. سمعنا ان سيرينو في النادي الاهلي، سمعنا ان سيرينو فجاه المفاوضات توقفت، وصلت لفين مفاوضات سيرينو وليه توقفت؟ توقفت العامل طبعا لاعب سان داونز. طبعا العامل المادي هو اللي وقف الموضوع. احنا كنا عايزين سيرينو واتكلمنا مع سان داونز كذا مره، لكن هم كانوا بالنسبه لهم حطوا ارقام مبالغ فيها جدا ومش منطقيه بالنسبه لنا، فخلاص احنا وقفنا الديل خالص يعني. ممكن تدفع للاعب رقم كبير ما يتمشاش مع الفرقه بتاعتك؟ استحاله. لاعب ليه هو ولا النادي؟ لا انا بتكلم على اللاعب نفسه. استحاله. هل النهارده في سلسله التعاقدات بتحط انت سقف في سقف موجود لكل فئه؟ في سقف. احنا دلوقتي لغينا الفئات. يعني الاهلي في الاول كان عندك فئه اولى وثانيه وثالثه، كانت ارقام فاكر كانت واضحه. دلوقتي مش كده، دلوقتي عندنا سقف للفرقه. للفرقه. تمام؟ وما تحت السقف ده كله خاضع لاتشيفمنت، يعني لجوان وارقام ومشاركات ولعب دولي. بالظبط. او خلال الموسم انت الموسم اللي لعبتها لعبت منتخب، يعني ليها كده حسبه معينه. هتدي نوع من العداله. اللعيب النهارده لما بياخد كان عايز رقم، لما يشوف مثلا النهارده ان مثلا وليد سليمان او محمد الشناوي اللي هم اكتر اثنين في الفرقه مثلا موجودين بياخدوا ارقام معينه، مش منطق ان لعيب تاني يكون موجود لسه جاي جديد يقول انا هاخد اكتر منهم. ده بالنسبه لنا مش هيبقى منطقي. فما دام في عدل موجود وكل لعيب عارف هو بياخد طبقا لقدره النادي وانا مش جاي عليه خالص ماليا، فيبقى الموضوع ظريف يعني.